ابو سعد شنو؟ لا لا يا ابو سعد من اللي سلمك لا تقول له. لا يا يما يما ولادي يما ولادي يما يا يما لا يا ابو سعد من اللي سلمك قول لي قول لي انت مفكوهن يما سعد من اللي سلمك مال اهلك يا يما رد اهلي يا يما يما سعد يما يبا وين رايحة؟ يبا بروح مع عبد الرحمن اشتري شوية اغراض. وليش هو ما يمرك؟ لانه عقب عنده شغل وانا برجع بسيارتي. زين اوكي ديري بالك ان شاء الله. يا ابو سعد يا ابو سعد لا تروحوا يما الله يسلمكم لا تاخذون ولادي لا تاخذونا يما لحظه يما واللي يسلمك ولا شحيت تقولين لحظه انت ايش تبين انت ايش تبين ولدي راح شاشه ثيوبي والسبه انت ما تقهر منك مات قهر منك مات ولدي والسبع انتي انتي ما تخافين الله ليش عايد تقفين فوق راسه بعد ليش عايد تقفين فوق راسه خافي الله خافي سعد لا يما ولدي يما بقول لك معلومة حطها في بالك ترى ما حد يموت من الفراق يما سعد مساعد مساعد من يسلمك مساعد يما سعد انت السبب اصبع على شنو خلاص يما اصبع على شنو حسبي الله عليك وعلى ابوك وعلى عائلتكم انت السبب يا الكرامه ابي ولدي راح ولدي راح راح ولادي سعد راح يما Ha ha ha.